على الرغم من فرض الحظر الجزئي كتدبير احترازي للوقاية من تفشي وباء كوفيد-19، إلا أن حركة الإقبال على الشراء في الجمعيات التعاونية خارج أوقات الحظر لا زالت كثيفة. زميلتنا جيهان حبيب رصدت الحركة عن قرب وكان لها هذا التقرير. مع دخول البلاد الأسبوع الثالث من تطبيق قرار الحظر الجزئي، كان لابد لنا من جولة ميدانية لرصد حركة الشارع في ظل الأزمة الراهنة. ما بدا لنا هو حالة الخروج الطبيعية في فترة انتهاء الحظر، وكأن الدعوة للبقاء في المنزل تقتصر على فترة الحظر فقط. لا، قاعدين احنا كلنا ما نطلع، أنا وبنتي كلها على طول في البيت. اوكي، يعني المفروض كل من يقعد بيته وايد زين يعني. بس اليوم انا اليوم انجبرت على طول، ما بنطلع من البيت الا شيء ضروري، بس غير شيء ضروري ما نطلع من البيت، متواجدين على طول البيت. اليوم لانه صار لي اسبوع كامل ما شرينا اغراض الجمعيه، اليوم انا جايه اشتري اغراض، كل احد يشتري اغراض جمعيه. الجميع يعي المسؤوليه المجتمعيه في هذه الظروف. حاجاتنا اليومية لا بد من توفيرها، وغير ذلك نحن ملتزمون بقرار البقاء في المنزل، جملة رددها كل من التقيناهم في جولتنا. والله أنا أطلع بالأسبوع مرة بس يعني، فملتزم يعني إن شاء الله، بس بعد ساعات لازم نطلع يعني، في أشياء بدون إياها ما يصير البيت. أبي بالأغراض ما أقدر أطلع يعني، الحكومة قالت هالفترة هذه وقت طلع، صح ولا لا؟ أشتري الحاجات. بقائي في البيت مثل ما طلبوا منه يعني، أنا ما أطلع إلا للضرورة يعني، حتى عيالي أوصيهم أنهم يقعدون بالبيت ما يروحون مكان. تقريبا 20 يوم طالعة، يا أخذ أشياء ضرورية وأمشي. جديني عشان الخضار الإدام اليومي يعني، احنا مو جايين نتمشى بالجمعية ولا حبنا لهذا، ملتزمين، الكل ملتزم بالبقاء بالمنزل، وهذا وقت الحظر ما حد يطلع. أنا بيتي كأول بيت بالشارع أشوف، ما أشوف أحد نهائي، ملتزمين بالحظر. لا نستطيع الجزم بأن حركة الشوارع في هذه الأيام عادية، وإن كانت الحركة في الجمعيات التعاونية كثيفة نوعا ما خلال فترة الصباح وحتى الظهيرة، إلا أنها تنعدم مع بدء فترة الحظر يوميا. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.